على الاستاذه ايد بوعشراوي فريده تحت تصفيقاتكم. تفضل معايا سير سيريا الاخرى استاذه ايد بوعشراوي فريده. تفضل مشكوره. غنادي على الاستاذ المحبوب وعزيز عليا بزاف لانني جاورته سنوات هذه في التنظيم ديال التظاهره الاستاذ صابر احمد فريدة. تفضل مشكوره وتصفيقات حاره على الله يجزيكم بخير. غنبغي نادي على الصحفيه المتالقه الاستاذه العزيزه لاله خديجه البوزيدي فتفضل حتى هي اخرى مشكوره. وغادي نبغي نادي على صديقي اللي كان معايا دائما في سنوات هذه في التنظيم ديال الكرنفال ودائما واحد انسان فاعل جمعوي اللي كيحاول يقدم كل ما عنده من اجل انجاح هذا المورد الثقافي. غنادي على السي محمد المخ يتفضل هو الاخر. فانا بغيت نحيي هاد الناس طبعا لانهم بالفعل هما اللي كانوا ركائز في مجال التنظيم ديال الدورات السابقه فبدكم تصفقوا عليهم بحراره وبحراره. شكرا لهم بزاف. تحياتي لاله فريده سي احمد صابر خديجه بوزيدي محمد المخ. وغنادي على الاستاذ الاخر اللي اكيد هو مفخر لنا كلنا كابناء المنطقه اللي حاضر هو الاخر من اجل التظاهره. غنبغيو على السي استاذ حسين بو يعقوبي فليتفضل معايا مشكور. سي حسين كاين كاين مرحبا سي حسين. اذا غادي نعطيو اول تذكار وغتفضل السيد عامل عمله انزكان باش يقدم التذكار الاول الاستاذه ايد بوعشراوي فريده تحت تصفيقاتكم. اشرف بوعشراوي فريده انس 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 سيرجع لهذا الشيء يبقى معنا دائما سيد العامل يبقى معنا الله يجزيك بخير باش تكمل دائما التذكار الثاني اللي غادي نعطيه للاستاذ. وحييك كنقدرك لانني جاورتك وعارف الطريقه اللي شغال وعارف حبك لهذا المورود ولهذه المدينه فتحياتي للاستاذ احمد صابره بدكم تصفقوا عليه بحراره هو الاخر الله يجزيكم بخير. تفضل السيد العامل باش يسلم هذا التذكار للاستاذ احمد صابره كشكر وتقدير لكل ما قدمه أزداء من اجل هذا الدائره. طبعا هذا المورود اللي هو ثقافي هذا المورود اللي اشتغلوا عليه الناس سنوات فتحيه حتى الناس اللي كانوا قدام وكينضموا منذ سنوات وعاد جاوا ناس اخرين وجدوا المشعل وغيجيو ناس اخرين حتى هما. فاكيد انه الاهم شيء هو استمرار هذا المورود الثقافي. غادي ندعو على السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة إنزكان يتفضل هو الآخر باش يسلم تذكار آخر الأستاذة الصحفية المتألقة اللي طبعا وكبت سنوات على خلال السنوات وسنوات كثيرة هذا المورد الثقافي أستاذة خديجة البوزيدي تصفيقات حارة عليها. شكرا بزاف لاله خديجة. معنا السيد الرئيس نجيك بخير. اذا غادي نديو على كذلك اللي كان وكبنا في السنوات الماضيه وكان حاضر معنا نجد مورود باحث كذلك في المورود الثقافي بدكم تصفقوا معايا بحراره على الاستاذ انير بو يعقوبي. تصفيقات حاره عليه وشكرا له والاخر لكل الخدمات اللي قدمها من اجل المورود الثقافي بيلمون بودمون فتحياتي ليك استاذ انير. غادي نعطيو الان تذكر الاخر. انا ما غنسميهش انا ربما تكريم لانه باقي شاب وباقي في ميجريك السيهم
باقي فيه ما يجري وباقي فيه كتنوي كتحفيز كشكر بدكم تصفقوا معايا بحراره على الفاعل الجمعوي استاذ محمد المخت في قد حار عليه ومن هذا المنبر طبعا هذه كجائزه ولا كتذكار تحفيزي من اجل الاستمرار والعطاء اكثر واكثر في هذا المورد الثقافي وهذا التذكار يسلم له طبعا سيد رئيس المجلس البلدي لمدينه انزكان. عليكم صورة تذكارية وغنطلبوا من المكرمين كلمة أجي باش نتصور ناخذوا صورة تذكارية عاد غناديو على الجزء الثاني في المكرمين لأنه باقي معنا إخوان حتى هما كذلك يستحقون التكريم يستحقون الشكر يستحقون التنويه على كل الخدمات اللي قدموها من أجل هذا المورود الثقافي أنه يستمر. طبعا هذه دورة خامسة استثنائية اللي هي الكل كيتسناها طبعا فالحمد لله اكيد اننا غنكونوا دائما مستمرين في الدورات القادمه ان شاء الله السادسه والسابعه والثامنه ولما لا توصل 540 دوره علاش لا صوره تذكاريه تفنى الحياه ولا تبقى الا الذكريات. يبقى معنا سيد العامل وسيد رئيس تفضلوا يبقوا معنا يجيكم بخير نكملوا الجو ديال التكريمات. غناديو على واحد الاستاذ اخر اللي جاونا طبعا سنوات هذه ودائما حاضر من اجل التظاهرة فكنبغي نحيي بزاف الاستاذ محمد وحمان فليتفضل مشكورا الاستاذ محمد وحمان يتفضل معنا سرسين. وغناديو كذلك على الفاعل الجمعوي المتميز بامتياز الاستاذ طبعا السيد مبارك السكسيوي يتفضل هو الاخر معنا من اجل انه يتسلم هذا التذكار. إذا السيد العامل غنقدم لنا تذكار للسي محمد وكيبقى دائما مشكورا سي وحمان شكرا للمجهودات اللي قدمتي هذه خمس سنوات في هذا التظاهرة شهادة شكر وتقدير الأستاذ محمد وحمان شكرا لك وشكرا لمؤسسة المبادرات التنموية العمالة إنزكايت في المجهودات الجبارة اللي قدمت وغنطلبوا من السيد الرئيس أنه يسلم تذكار الآخر للمبارك السكسيوي اللي طبعا مدة خمس سنوات دائما حاضر في التظاهرة رئيس سابق للجمعية الإقليمية المهرجان كرنفال بيمون بودمون. غادي نخليكم مع واحدة غادي طبعا حتى هو ماشي تكريم وإنما تحفيز وإنما شكر وإنما تقدير لواحد الشابة اللي كانت معنا هنا في مدينة إنزكان وطبعا ما كاينش معنا دابا وإنما كانت معنا حاضرة في ثلاثة ديال النسخ الماضية اللي بالفعل كنا في واحد الاجتماع واحد النهار مجتمع على كرنفال وواحد السيد قال لها عافاك السي حنان واش ممكن بالفعل وقفات وقفه ديال الرجال اقسم بالله فكر من حياه هذا البر ونقدموا لها هذا لحنان امنير شكرا لك بزاف على كل الخدمات اللي قدمتي في ثلاثه ديال الدورات السابقه وتفضل سيدي العامل يسلم هذا التذكار الاستاذه حنان امنير وكتبقى دائما مشكوره على الخدمات اللي قدمت في النسخ الماضيه وسيرت ثلاثه ديال الدورات الاولى فالثقه حار عليها وشكرا لها مره اخرى. إذا صورة تذكارية مع المكرمين رفقة السيد عامل عمالة إنزكان يتمنوا كذلك السيد رئيس الجماعة الترابية لمدينة إنزكان.